وذلك سيدنا محمد اللهم صل عليه قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من هنا سلاح المؤمن في لسانه، إياك أن تتعدى على مؤمن، إياك أن تتعدى على فقير، إياك أن تتعدى على مسكين. من جميل ما قرأت عن بني إسرائيل أن أحد الملوك بنى قصرا مشيدا، وكان بجانب القصر كوخ لعجوز تأوي إليه في الليل، فلما انتهى القصر وجاء ليدشنه يفتتحه ساءه أن رأى ذلك الكوخ. شوف البطر، شوف العجب، ما قال شكون هذه المسكينة اللي ساكنة بجنبي، ليش ما بنيتوا لهاش غرفة وحطيتوا لها تكييف وجبتوا الكهرباء من عند القصر وعملتوا لها فيلا صغيرة بجنبنا، هذه بركة. ما قالش هذا أبدا، وإنما قال من هذه التي عندها كوخ شوهت نعم منظر القصر، هدوه. فهدوه، فلما جاءت في الليل تأوي إلى كوخها وجدته ماذا؟ محطما. فنظرت إلى السماء وناجت ربها وقالت إلهي حين هدموا كوخي لم أكن موجودة، فأين كنت أنت؟ أنت وين؟ طبعا هذا كلام الدلال، كلام أهل الدلال مع الله، أين أنت يا رب؟ قال فنزلت صاعقة من السماء فهدمت القصر على من فيه وبما فيه، ما فيه، لأنه ولذلك نعم وأحيط بثمره. الله تعالى إذن هنا استجاب لهذا الرجل، وذلك اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس لها بينها وبين الله حجاب. والآخر قال تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنامي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم تخلف عقباه بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي ولن تنمي.